أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. النهاردة ومنذ قليل أعلنت نتائج انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاء بفوز المستشار أحمد الزند برئاسة نادي القضاء لدورة جديدة، وفوز قائمته في انتخابات شهدت إقبالا متوسطا من قبل القضاء وأعضاء النيابة العامة. والانتخابات دي كمان أطاعها تيار استقلال القضاء، وقالوا إن إجراءات الدعوة للانتخابات تمت في ظروف صعبة بتمر بيها مصر، وبتتزامن مع انشغال القضاء وأعضاء النيابة العامة بالإشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، واتهموا سيادة المستشار الزند ومجلسه باستغلال ذلك لمصلحتهم الانتخابية. نشوف التقرير ده. تنافس انتخابي ساخن بدأ واضحا صباح اليوم في انتخابات نادي القضاء بالقاهرة بين المستشار أحمد الزند الرئيس الحالي للنادي وبين تيار الاستقلال القضائي الذي يصفه أنصاره بأنه تيار التغيير الثوري المنشود. قاطع الكثير من أعضاء تيار الاستقلال المشاركة في الانتخابات، بينما أصر الذين حضروا على رأسهم المستشار محمد رفعت المنافس الأبرز للمستشار أحمد الزند على خوض المنافسة حتى لو لم يحظوا بفرصة حقيقية للفوز. أرفض المقاطعة، والصاحب المبدأ والفكر ما بينزلش الانتخابات عشان ينجح أو يسقط، بينجح عشان يدافع عن مبدأه وينبه الناس ويرفع الالتباس عن الناس. أما النجاح وصول اختيار الناس وبنحترمه في كل وقت. شهدت أجواء المنافسة اتهامات متبادلة بين الفريقين، حيث اتهم تيار الاستقلال منافسه المستشار أحمد الزند بالتناقض، ونسبوا له تصريحات تمتدح موقف الرئيس المخلوع حسني مبارك من استقلال القضاء وتهاجم الثورة. هو أثناء الثورة اعتبر النظام الذي يقتل الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه نظام شرعي، وان الثوار اللي عليه قلة دينية تتعى على تفكيك البلاد، ثم في ده في 30/1، وهو الوحيد الذي اتى بهذا الفعل. يعني جميع الهيئات القضائية لم يصدر منها هذا الكلام ولا نواديها، ثم انقلب في 14/2 بعد اسبوعين وسقوط النظام في 11/2، واعتبروا نظام فاسد وشكروا الثوار التائرين عليه. هل هذا يليق بنادي عريق مثل هذا؟ مش حد في مصر يقدر يجيه الاتهام ويسحب سؤالك. ثم بعد كده تبادل التصعيد مع البرلمان المنتخب من الشعب، ووصف أعضاءه بأوصاف لا تليق، ثم بعد هذا غادل التيار الغالب فيه وقال نحن متشوقين لتطبيق الشريعة. طب ما هو رئيس النادي من سنة 2009، ما عبرش عن هذا التشوق ليه في ظل النظام البائد؟ ولا هو ده أصبح عادة عنده وإدمان أنه يتملق السلطة أيا كانت؟ احتفظ بيه لنفسك واللي قاله لك. ويظل القول الفصل بين المختصمين متروكا للناخبين الذين صوتوا اليوم خلف الأستار المسدلة ليؤيد كل منهم فريقه الذي يتمنى أن يعبر عنه في مجلس إدارة النادي. لن يستطيع مجلس الإدارة أن يفعل شيء. ماذا فعل مجلس الإدارة الحالي، وماذا فعل مجلس الإدارة السابق، وماذا سيفعل مجلس الإدارة القادم؟ النظام هو حسن مبارك المخلوع لم يخلع، هو خلع كشخص ولكن لم يخلع كنظام. احنا النهاردة هنا عشان نؤيد وندعم طيار يؤكد على استقلال القضاء وعدم وجود فرقة وعدم وجود عدم استقرار داخل القضاء. المستشار احمد الزند بذل مجهود كبير، كتر خيره، هو و رؤساء وأعضاء مجالس أندية الأقاليم. الحقيقة أنا ما شايفش فيه أي ما أخرى منافسة، لأن المنافسة اللي قايمة المستشار إن صح هذا التعبير فرادة بعد كده. هو جميع قضاة مصر حاضرين النهاردة وبيأيدوا مجلس المستشار أحمد الزند لما لمسوه فيه من دفاع عنهم وإنجازات لم تسبق في لأي مجلس سابق إن هو قام بيها. شكرا للزميل محمد عبد الناصر على التقرير. والحقيقة أنا مش عارف المستشار أحمد الزند يعني هو كان متنرفز علينا ليه، بس عموما احنا بنهنئه بالفوز لدورة جديدة
كرئيس لمجلس إدارة نادي القضاء. النهاردة بعد صلاة الجمعة الإخوان المسلمين نظموا وقفة للأطفال والأشبال أمام مسجد عمرو بن العاص. الوقفة دي تطالب بإنقاذ الشعب السوري من مجازر بشار الأسد ونظام. الحقيقة كان المنظر مؤثر جدا للأطفال المصريين وهم بيهتفوا لإنقاذ أطفال سوريا ونسائها في الوقت اللي السادة في المجلس العسكري والحكومة والبرلمان ما أخدوش خطوة واحدة على الأرض لإنقاذ السوريين، وكأننا دولة هامشية لا تملك أي أوراق ضغط أو فعل سياسي أو دبلوماسي. النهاردة كمان شيعت جنازة الشهيد الملازم أول أسامة كامل محمد موسى الضابط بإدارة قوات أمن القليوبية، واللي استشهد امبارح في تبادل لإطلاق النار مع عناصر خارجة على القانون. الجنازة العسكرية خرجت عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالدراسة، وتقدمها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وكبار قيادات الوزارة ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية. شهيد أسامة كان ضمن قوة أمنية تابعة بتتفقد الحالة الأمنية وتأمين الطريق الزراعي في القليوبية، وبعدين يبدو أن هم تفاجئوا بعربية نقل ماشية عكس الاتجاه وفيها اتنين معاهم سلاح، ولما حاولوا يوقفوهم الناس ضربوا نار على القوة الأمنية وهربوا، وكانت النتيجة استشهاد الملازم أول أسامة كامل محمد موسى وإصابة مندوب الشرطة عبد عاطف عبد العظيم من إدارة شرطة نجدة القليوبية. أصيب المندوب بطلق ناري في الكتف الأيسر. المنازم أول الشهيد أسامة هو الشهيد السادس لرجال الشرطة خلال شهر مارس. رحمة الله على شهداء الواجب وعلى جميع شهداء الوطن. النهاردة كمان كان في وقفة احتجاجية لعشرات النشطاء أمام دار القضاء العالي، نظمها نشطاء كفاية وستة إبريل واشتراكين ثوريين. وبصراحة كانت أجواء الوقفة عاملة زي تظاهرات حركة كفاية في سنة 2005 و2006، بمعنى أنها كانت مظاهرة بترفع مطالب متعددة، من أول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خاصة السجين أحمد دومة الناشط أحمد دومة، والتنديد بارتفاع الأسعار وأزمة السولار، وصولا إلى رفض تشكيل لجنة كتابة الدستور اللي رسيت على 50% من البرلمان و 50% من خارج البرلمان، ورفض كتابة الدستور تحت حكم العسكر. كمان حركة 6 إبريل أعلنت استمرار اعتصامها أمام مجلس الشعب لليوم السادس على التوالي، وذلك لحين تنفيذ قرار إخلاء سبيل جورج رمزي بعدما أصدرت محكمة زنهم أمس الخميس قرارا بإخلاء سبيل الناشط السياسي جورج رمزي عضو حركة 6 إبريل بضمان محل إقامته، وهو محبوس احتياطيا من أكثر من 50 يوم. نروح نشوف أجواء الوقفة الاحتجاجية. كاميرا صفحة الرأي. احنا معنا تليفون، عفوا معنا تليفون. معنا الأستاذ عمرو علي عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل. أهلا بك يا عمرو. أهلا وسهلا يا حبيبي. أستاذ عمرو، كيف كانت أجواء الوقفة النهاردة يا فندم؟ والله هي الوقفة النهاردة كانت وقفة متوسطة، شارك فيها عدد من النشطاء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والتضامن مع ضباط 8 إبريل بعد رفض مجلس الشعب قانون العفو العام عنهم، وكان على رأس مطالبهم هو الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وضد قانون مجلس الشعب لتحديد شروط التظاهر المكثفة اللي قدم من قبل لجنة التشريع في مجلس الشعب. وطيب حضرتك، بالنسبة للناشط السياسي جورج رمزي، انتم متوقعين انه يتم الافراج عنه امتى ان شاء الله؟ والله هو جورج دلوقتي المحامين موجودين في اسم عابدين، لانه جات لنا اخبار انه هيتم الافراج عنه دلوقتي حالا، وهم تقريبا دلوقتي بيخلصوا اجراءات الافراج عنه،
ولسه مستنيين الخبر الاكيد هل فعلا هيتم الافراج عنه ولا لا، لان شفت قبل كده القاضي اداله امر افراج، ولما رحنا نخلص الاجراءات قالوا انه لا ده الافراج ما كانش يشمل تشورش، كان يشمل باقي المعتقلين اللي معاه. لكن احنا لازلنا في انتظار القرار النهائي والمحامين معاه دلوقتي في اسمع. هو تهمة جورج ايه يا استاذ عمرو؟ انه ناشط في حضرتك. هي دي التهمة اللي مكتوبة في يعني في قرار الاحالة؟ لا طبعا، جورج كان واضح جدا التعنت معاه، لانه اتعرف انه عضو في حركة 6 ابريل. جورج كان نازل في نفس الوقت اللي كان نازل فيه احمد ماهر وكثير من النشطاء السياسيين بالاتفاق مع الدفاع والامن الوطني والامن القومي في مجلس الشعب، اللي عمل منطقه خضراء ما بين قوات الامن والمتظاهرين الغاضبين عنده في احداث وزاره الداخليه الاخيره. احمد ماهر اتصاب زي ما كل الناس عارفه، وجورج تم القبض عليه عن طريق قوات الامن، وتم سحله وضربه بشكل مبرح حتى عنده كسر في ذراعه اليمنى ممكن تؤدي الى عاهه. بعد كده يتعرض على النيابه، وجميع المعتقلين اللي معاه خدوا اخلاء سبيل من اول جلسه، وجورج هو اللي استمر لمده 45 يوم. فكان واضح جدا انه تهمه جورج ان هو ناشط سياسي في حركه شباب 6 ابريل، وده اللي ابتدينا نعاني منه كنوع من انواع الرده في الثوره، ثوره الحريات في 25 يناير. لكن احنا مستمرين ان شاء الله نقدر فعلا نسترد حريتنا بشكل. شكرا استاذ عمرو علي، عضو المكتب السياسي لحركه 6 ابريل. جامعه القاهره بتشهد اعتصاما لعدد من الطلاب داخل دلوقتي في اسبوع تقريبا. الحقيقة أن القضية اللي بيتكلموا عليها مهمة، وإن كانت تبدو خاصة بالجامعة لكن ليها علاقة بمستقبل الدولة. الموضوع ليه علاقة بانتخابات اتحاد الطلبة ومسألة تمثيل طلاب مصر في لجنة كتابة الدستور، ومين ممكن يفوز بهذا التمثيل. خلونا نشوف مع بعض التقرير دوت. اعتصام مفتوح للكثير من القوى السياسية الطلابية في جامعة القاهرة يوشك اليوم على أن يكمل أسبوعه الأول في انعكاس واضح لحالة الاستقطاب والشحن السياسي العام التي تعيشها البلاد منذ بدء انعقاد البرلمان الحالي واقتراب المصريين من وضع أول دستور للبلاد بعد الثورة. احنا من اول السنه متفقين القوى السياسيه كلها ان مفيش انتخابات اتحاد طلبه هتتعمل باللائحه القديمه، احنا كلنا عانينا من اللائحه القديمه. فجاه اتفاجئنا ان طلبه الاخوان المسلمين عاملين مظاهره قدام وزاره التعليم العالي علشان يعملوا انتخابات اتحاد الطلبه. مجلس الشعب استدعى وزير التعليم العالي مرتين في مجلس الشعب علشان انتخابات اتحاد الطلبه. احنا اتفاجئنا بالموضوع ده لما كلمنا لقيناه خلاص هو اعلن فتح باب الترشح كان يوم الاحد اللي فات من غير ما ياخد راي، من غير ما حد يستعد للانتخابات. اللي عرفناه بعد كده ان الاتحاد ده هيشتغل 10 ايام، ان فعليا لو خلص الانتخابات 10/4 تمام بعد كده هيتعمل انتخابات اتحاد طلاب مصر، فهيقعد لحد 15/4، من 15/4 والامتحانات 30/5، فالمجلس الاتحاد الطلبه ده هيشتغل بالظبط 15 يوم. طلاب الحركات المدنيه نصبوا خيامهم للمبيت والاعتصام في حديقه المبنى الرئيسي للجامعه اعتراضا على اجراء انتخابات الاتحادات الطلابيه مبكرا عن موعدها ووفق اللائحة القديمة التي سموها لائحة أمن الدولة. وجودي هنا اعتراضا على لائحة 79 اللي هي لائحة أمن الدولة الذي قررت في عهد المخلوع للوصول لسيطرة تامة على الجامعات لتسهيل وصول ابن المخلوع للحكم. حاليا نحن نرفض وجميع الحركات السياسية وجود هذه اللائحة، ولهذا نحن موجودون في هذا الاعتصام. كان قرار 8 حركات ثورية داخل الجامعة وطلابية من ضمنهم اتحاد جامعة القاهرة وهو الجهة الشرعية داخل جامعة القاهرة، أعلنوا اعتصامهم مفتوح حتى إسقاط هذه اللائحة، لأن ببساطة جدا احنا بنشوف ان ما ينفعش مجموعة من الطلبة ايا كان نوع انتمائهم للتيار اللي هم فيه يروح يوم الأربعاء الصبح من مظاهرة امام
وزارة التعليم العالي تقر اللائحة والانتخابات الأربع بالليل. وزير التعليم العالي خد قراره الخاص بفرض اللائحة دي بعد مسيرة من طلاب الإخوان المسلمين. المسيرة دي طلع فيها وفد طالب إن هو تعجيب بانتخابات اتحاد طلبة على لائحة القديمة. إخوانان لقوا إن مفيش وقت إن هم يتكلموا في دوت، قال لك إحنا نعمل انتخابات على لائحة 79 ونعجب انتخابات اتحاد الطلبة ويبقى فيهم منهم ممثلين موجودين في الهيئة التأسيسية لوضع الدستور. أما طلاب الإخوان المسلمين فقد غابوا عن حديقة القوى الثورية الطلابية مفضلين دخول الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف، حيث كانت لهم وجهة نظر أخرى. كان في اجتماع لاتحاد الطلاب، احنا طلعنا لنوم ان هم بيعدوا الجدول عشان إجراء الانتخابات، واحنا قلنا يا جماعة احنا عندنا بنقول ان احنا عايزين نأجل الانتخابات الاتحاد الطلابية مع العلم ان تمت هذه الانتخابات نشارك فيها في اي وقت كانت. معنى ان القوى السياسية تقاطع واحنا كطلاب اخواننا نقاطع والطلبة المحترمين نقاطع، هنتركها للفلول. يبقى الحل الوحيد قدامنا ان هو الفلول. كمان هم بيقولوا احنا مش عايزين لائحة 79، فاحنا قدمنا حل لكل مشاكل لائحة 79. ده الامر الثاني. الامر الثالث ان احنا بنقول احنا محتاجين لائحة طلابية. اللائحة الطلابية الاتحاد القادم سيكون دوره الاول والاساسي والاخير هو وضع لائحة طلابية يحدث عليها حوار مجتمعي. وبين فريق مطالب بالتصعيد الثوري واخر حريص على خوض المعركة الانتخابية، يظل الجانب الاكبر من طلاب مصر مطمئنين إلى جانب الأغلبية الصامتة على حزب الكنبة الطلابي العظيم كما يقول المصريون، ليظل المستقبل مفتوحا لاحتمالات شتى غير واضحة في حال إذا ما قرروا التخلص من أثقال صمتهم في أي يوم من الأيام. احنا معانا على التليفون أسامة نبيل من طلاب جامعة القاهرة المعتصمين. اهلا وسهلا يا أسامة. اهلا وسهلا أسامة. يعني ممكن تقول لي ايه وجهة نظر الاخوان او طلبة الاخوان المسلمين في ان هم يعني دخلوا الانتخابات وهم بيقولوا ان هم هيعدلوا اللائحة، فايه وجه الخلاف بالضبط بينكم وبين شباب الاخوان؟ هو الخلاف كله على موضوع اللائحة 79 وموضوع الانتخابات على اللائحة 79. اللي حصل ان طلاب الاخوان راحوا للمظاهرة، معنا طلاب اخوان جامعة القاهرة راحوا للمظاهرة لوزير التعليم العالي عشان يأجل يعني يعمل انتخابات عاجلة. وطبعا لو تلخص الانتخابات هتبقى على اللائحة القديمة اللي هي 79. فلو لو تمت انتخابات على اللائحة 79 فده معناه يعني اقرار للائحة، واحنا نرفض يعني رافضين اللائحة 79 بشدة يعني. طيب هما بيقولوا انه يعني مهمة الاتحاد القادم هتكون تعديل اللائحة، فايه رأيك في الكلام ده؟ تمام. حضرتك طالما انت عملت لائحة، اللائحة اصلا 79 بتتكلم اولا على تحريم العمل السياسي في الجامعة، يبقى جريمة. وان ليه ابعاد تانية زي ان في امن دولة هيرجع لنا تاني في الجامعة، احنا عايزين الامن المدني بتاعنا مش عايزين امن الداخلية تاني. يعني إذا أجريت الانتخابات وفقا للائحة 79 أمن الدولة هيرجع يدخل الجامعة تاني؟ يعني الأمن هيرجع بشكل تاني، هنرجع لعصر مبارك بس بطريقة تانية يعني. طب كل حاجة بترجع لورا تاني. طب اللي حصل امبارح يا أسامة، هل حصل امبارح اشتباكات أو ضرب أو يعني في كلام حصل امبارح على تويتر والفيسبوك انه الاعتصام بتاعكم تعرض لشيء ما، يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا كنا رايحين بشكل سلمي، رايحين عند القضبه، لفينا. احنا كنا عاملين يعني ايفنت لطلاب مصر، الاعتصام مش بتاعنا احنا بس، الاعتصام بتاع طلاب مصر، ان اللائحه دي لو يعني تم اقرارها هتبقى لجامعه مصر مش جامعه القاهره بس. فاحنا كنا عاملين ايفنت ان طلاب مصر يجوا يتضمنوا معانا. لفينا الجامعه بمظاهره، رحنا عند القضبه وقفنا، كنا مستنيين حسام كامل. عرفنا ان في وزيرين وجايين، كان في احتفال في الجامعه، كان احنا عرفنا ان في وزيرين جايين ومعاهم حسام كامل. فاحنا قلنا عايزين يعني حسام كامل ينزل يتكلم معانا، ان هو رئيس الجامعه دكتور حسام كامل ينزل يتكلم معانا ويقول لنا يعني احنا بقالنا 7 أيام معتصمين، فعايزين نعرف هو موقفه مننا ايه، حد يسمع علينا مطالبنا. احنا رحنا لوزير التعليم العالي وكان رد علينا يعني ان جاء القضاء وباطل موقف الحيط.
فاحنا كنا عايزين حد نتكلم معاه، فبعد كده لقينا بشكل يعني مسرحيه لقينا حسام كامل واخدينه في عربيه وبيهربوه. فاحنا جرينا على الباب عشان نعرف يعني ايه الموضوع ده كله، لقينا طلاب بشكل بلطجيه وفي بلطجيه واقفين مع يعني معاهم مع الامن، وحصل اعتداء على بعض المعتصمين. طيب انتوا في حاجه منظمينها تقريبا بكره او ان شاء الله اللي هي انتفاضه جامعات مصر؟ دي عباره عن ايه يعني؟ يعني طلاب الجامعات يجونا عند الجامعه معانا ويتضمنوا معانا في القضيه في الاعتصام بتاعنا. يعني المطلوب ان طلاب الجامعات يجوا يعملوا معانا المظاهرات، هنقف عند المجلس الاعلى للجامعات. طيب شكرا ليك يا اسامه نبيل على هذه المداخله. وصلنا لازمه البنزين والسولار. تواصلت يعني مساله نقص البنزين والسولار، والناس بتكلم عن شبه اختفاء كامل للبنزين، وفي محطات بنزين قفلت مع اصطفاف عشرات ومئات السيارات امام المحطات دون جدوى. الناس النهاردة متكدسة في المواقف ومفيش عربيات، والسواقين بيرفعوا الأجرة كل يوم لأنهم بيقولوا أنهم بيشتروا البنزين والسولار من السوق السوداء. النهاردة الحكومة قالت أنها هتحل أزمة البنزين والسولار خلال 3 أو 4 أيام. والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين اتهم شركات مجدي راسخ صهر علاء مبارك بأنها وراء أزمة السولار والبنزين، وقال أن المتحكم في هذه السلعة هم الفلول من أيام النظام السابق الذين احتكروا المنتجات البترولية. وزير البترول عبد الله غراب قال إن حصص المخابز من المنتجات البترولية مقدسة، وإن ما يتم توزيعه من السولار 47 مليون لتر يوميا بزيادة مقدارها 17%، وما يتم توزيعه من البنزين 21 مليون لتر يوميا بزيادة 20%. نتمنى أن تنفرج هذه الأزمة. احنا هناخد فاصل ونرجع نشوف مقالات الأسبوع ده قالت ايه. تابعونا.